أيها الإخوة الأكارم، مرحبا بكم أيها الإخوة في روضة من رياض الجنة والله، وفي موضوع نحتاجه أيها الإخوة الأكارم، وكل كلام النبي نحن في غاية الحاجة إليه، لكن موضوعنا في هذا الباب باب الفقه، باب من أبواب الفقه، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء. أسأل الله أن يجعله شتاء بأمن وخير ويمن وبركة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما فيه، اللهم إنا نسألك خير ما فيه يا رب، ونعوذ بك من شر ما فيه يا أكرم الأكرمين. صلينا على رسول الله، ولكن تعالوا نقول أيها الإخوة الأكارم، والله والله لا خير في لسان لا يتكلم عن الله، والله يا أخوة، ولا خير في أذنين تسمع عن الله. من أكبر الأمور التي تعينك، ونؤكد على هذا الكلام والله في كل لقاء، التي تعينك على أن تعيش الحياة صح بدون قلق ولا توتر ولا خوف ولا أي أمر من أمور الحياة، أن تسمع عن الله يا أخي، أن تسمع عن عظمة ملك الملوك، أن تسمع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل من عاش الحياة هو النبي محمد، وبكل صراحة وزي ما بيقولوا الجماعة الدبلوماسيين وبكل شفافية، والله لا راحة لك إلا مع الله، والله والله لا راحة في مال ولا في منصب ولا في عدد أولاد ولا في زوجة حسناء ولا أن تسكن في مكان راقي ولا مش راقي. قل إن صلاتي، اسمع تكفينا الآية دي والله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإن أردت أقرب طرق، مش أقرب، ده هو الطريق الوحيد الأوحد عشان تكون سعيد ومرتاح، أن تصل أحبال الود بينك وبين الله رب العالمين. صلينا على رسول الله أخوان. الباب الذي نريد أن نعيش فيه هذه الليلة اللي هو متعلق بفصل الشتاء، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الوضوء، وقلنا أن الوضوء باب أيها الإخوة الأكارم، من لم يدخله صح فصلاته لن تصح. إذا صح الوضوء صحت الصلاة، وإذا فسد الوضوء فسدت الصلاة. وقلنا إخواننا أن الوضوء ده إخواننا عبادة، يعني مش موضوع شوية مية وخلصت القضية. قال صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، من توضأ ثم قال وانت على الميضة، أو يا أختي انت واقف على أكرمك الله على حمام الوش، نحن بنقول عليه الحمام في الحوض بتاع الوش، وخلصت وضوء ثم قلت هذا الدعاء بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله، عبده إيه ورسول، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النبي فتحت له أبواب الجنة الثمانية وانت لسه في الوضوء. فما زال الحديث متعلقا بأبواب وأحكام قبل أن تدخل للقاء ملك الملوك، يعني احنا تجاوزنا الثلاثة أشهر قبل أن ندخل على الصلاة. واليوم بوب لنا الشيخ باب يسمى المسح على الحوائل. ايه اللفظه دي كمان؟ ايه الحوائل دي؟ صليتم على رسول الله، يعني الاصل انك انت تغسل يديك ورجليك وراسك، لكن لو كانت هناك امور تسمى حوائل مانع يمنع من وصول الماء الى العضو، صليتم على رسول الله، صل بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالى ننطلق، وبإذن الله تبارك تعالى أسأل الله أن يرزقنا رشدنا أيها الإخوة الأكارم. قالوا المسح على الخفين، المسح على الخفين، بدل ما تغسل رجليك تغسل إيه؟ تمسح على الخفين. هل يجوز المسح على الشراب؟ ما معروف بالشراب. هل يجوز أنك تمسح على حذائك؟ على حذائي أو الله على الحذاء تمسح عليه، ينفع ولا ما ينفعش؟ تعالوا نسمع من كلام رسول الله. طب كم يوم تمسح على الخف
أو الشراب يعني ينفع أن نمسى عليه الصبح لغاية العشاء؟ ينفع وما ينفعش؟ هنعرف من كلام النبي. طب لو أنت مسافر، أيوة مسافر ورايح بلدكم في الصعيد، ولا مسافر خارج الدولة ولبس الشراب، ينفع تمسى عليه 3 أيام ولا ما ينفعش؟ أمور يا إخواني إن دلت إنما تدل على التيسير. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يريد الله أن يرفع المشقة، يريد أن يخفف عنا أيها الإخوة الأكارم بعد الصلاة على رسول الله، لأنه إذا اشتد البرد وأنت لبس الشراب فيها كلفة ومشقة إنك تخلع، وربما تكون في مسجد ليس فيه مثلا سخان صليت مع رسول الله. ودي حنتطرق على موضوع يا عم الشيخ، الوضوء بماء ساخن أفضل ولا مية باردة أفضل صليت مع رسول الله؟ تعالوا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا المسح على الخفين، وتعريف الخف وهو ما صنع من أدم، والأدم يعني من جلد. بتشوف كده بعض الناس لابسة إيه اللي هو المصنوع من الجلد كده بسوسته كده، بتشوف أخواننا جميل جدا وماتع ويحفظك بفضل الله، جميل أخواننا فعلا. صليتم على رسول الله، هل يجوز أن نمسح عليه؟ الراجل بيقول لك إن الخف مصنوع من الجلد، يعني اللي مش مصنوع من الجلد ما ينفعش؟ قال لك لا، المصنوع من الجلد يسمى خف، وما دونه يسمى جوارب. بعض البلاد العربية ما يقولش شراب، يقول عليه جورب. صليتم على رسول الله، فكلمة الشراب يعني الجوارب، يعني ينفع أن أنا أمسى على الشراب؟ ينفع. طب الشراب ده لازم يكون سميك؟ هنسمع من كلام سيدنا النبي. طب لو كان قصيرا صغيرا ما وصلش للعظمتين دولة، ينفع أمسح عليه ولا ما ينفعش؟ هنعرف دلوقتي من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخف ما قد صنع من أدم، والأدم وهو مصنوع من الإيه؟ من الجلد. صليتم على رسول الله، وهو يغطي الكعبين. دايما الخف بيتغطى الإيه؟ الكعبين. الكعبين يا إخواني العظمتان النائيتان، العظمتين اللي احنا بنقول عليهم دول يا إخواني. صليتم على رسول الله، اللي هو المفتاح اللي تحت ده، صلينا على رسول الله. طيب والمسح ايه معناه؟ قال وهو امرار اليد على الشيء بسطا، تمسحها كده وخلاص. طيب مشروعيته، هل هو مشروع ولا مش مشروع؟ صلينا على رسول الله. اجمع اهل العلم على ان من اكمل طهارته ثم لبس خفه واحدث له ان يمسح عليه. بالراحه يا شيخ، حاضر بالراحه. انت لبست الشراب او لبست الجورب او لبست الخف، لبست الصبح وكنت متوضي، جيت انت خلاص وانت لابسه، اذن عليك الظهر، انت لبسته على ايه دلوقتي؟ على وضوء، الله يفتح عليكم. جيت الظهر تخلعه يجوز لك، طب ما خلعتوش تعمل ايه؟ تمسح عليه مسحة واحدة. بعض الناس يعمل كده، لا غلط، تبسط أصابعك الأربعة القدام دولة وتروح تجيب من أول مشط، أول من أول الأظافر القدمين، وتروح طالع بيهم كده بس مرة واحدة. صليتم على رسول الله. الدليل، صليتم على رسول الله، وقد ثبت مشروعيته بالسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله. صليتم على رسول الله، والشيخ بيقول لك وأحسن ما يدل على ذلك حديث همام قال بال جرير رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي، بال يعني دخل أكرمكم الله الحمام، صليتم على رسول الله، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له يا جرير انت علي تفعل هكذا؟ انت ازاي بتمسح كده؟ قال لهم نعم، رأيت رسول الله بال ثم توضأ فمسح على خفين. صليتم على رسول الله، ده الدليل على المسح، أن المسح فعله من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حكم المسح، دي النقطة الثانية. قالوا المسح على الخفين جائز. طب أيهما أفضل؟ ركز في الحتة الحلوة دي، أيهما أفضل، أن تمسح على شرابك
ولا تغسل الشراب ولا تخلع الشراب وتغسل رجليك؟ أيهما أفضل؟ الجمهور يقولون الغسل أفضل، الجمهور صليتم مع رسول الله. لكن سيدنا الإمام أحمد قال لا لا، المسح على الخفين أفضل، رخصة رخصها لنا رسول الله. شوف كلامهم يا أخوانا، الجماعة الجمهور بيقول لك لا اخلع الشراب واغسل رجليك أحسن. قال الإمام أحمد قال لا، ألم يفعله النبي محمد؟ طب ما كان في وسع النبي أن يخلع الخف. فجاء رأي المتوسط وجميل يا أخواننا، بس صلى على رسول الله. قال على حسب المتوضئ، على حسب حالتك لما دخلت الميضة. صليت على رسول الله، كنت خالع الشراب، كنت خالع الشراب ولا لبس الشراب؟ كنت خالع الشراب خلاص ما تلبسوش وبعدين ايه وتتوضأ؟ لا، انت ايه، خليك على حالتك، اغسل رجليك. طيب برضك على حالتك، الجو برد يا عم الشيخ وانا كنت لابسه على وضوء، اخلعه؟ برضك خليه، خذ بالرخصة. قال رسول الله ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، كما فرض ربنا فرائض رخص لنا رخص، فخذ بالرخصة. صليتم على الرسول. انا مسافر مثلا، مسافر طيران، طيران طيران الى السعودية، صليتم على رسول الله، رايح اعمل عمرة، هل يجوز لي ان افطر ولا لا يجوز؟ يجوز ولا يجوز يا عم؟ ده ساعتين وطيران. ايوه يجوز والله، صليتم على رسول الله. يا عم ما فيش مشقة، لكنه اخذ بالرخصة. ما تجيش تقول له يا اخي ايه ده يا اخي، ده غلط يا اخي، اذا كان الفاعل هو رسول الله. صليتم على رسول الله، خلاص، وكل من رسول الله ملتمس. يبقى خلاص قال لك على حسب المتوضئ، يبقى ينفع يا اخويا تمسح عليه ان شاء الله، والغسل عند الجمهور افضل. صلي بينا على سيدنا رسول الله. مدة المسح كام يوم؟ جمهور اهل العلم يقولون ان المسح سواء كان على، ركز الحتة دي، سواء كان على الخفين المصنوع من ايه، من الجلد، او الجوارب اللي مصنوعة من الصوف او الكتان او القطن، كل حكم واحد، او النعل. مدة المسح قالوا للمقيم يوم وليلة، يوم ايه وليلة، يعني كم صلاة؟ كم صلاة؟ خمس صلوات. جميل يا اخواننا، يعني معك مسحت انت الصبح، تاخد الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر اللي جاي لا شكرا، تخلع الايه، تخلع الشراب او الخف. صليتم على رسول الله؟ طيب صلوا بينا على رسول الله. هذا هو رأي الجمهور. اما رأي المالكية قالوا لا، ليس له مدة، يوم اثنين ثلاثة عشر عشرين خمسين، ما دمت انك انت لبسته على ايه، على طهارة. صليتم على رسول الله. لكن استدلوا بأدلة أجمع عليها أكثر أهل العلم بأنها ضعيفة. فالأصل أن للمقيم يوم وليلة بتحديد رسول الله، وللمسافر، المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يعني كم صلاة؟ الله يفتح عليكم، 15 صلاة. جميل يا أخوانا، يبقى كام للمسافر؟ ثلاثة أيام بلياليهن، ما تنساش دي يا إخوانا. دايما كلمة اليوم تطلق على النهار، تطلق عليه على النهار، لأجل ذلك الرجل قال إيه، ثلاثة أيام بلياليهن. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، حدث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. صليتم على رسول الله، رواه الإمام المسلم والإمام النسائي. جميل أخوانا، طيب صلوا بينا على رسول الله. متى يبدأ المسح؟ اختلفوا في ذلك. الخمس صلوات دول أحسبهم إزاي أنا؟ جميل أخوانا، والثلاث ليالي دول برضك المدة دي أحسبها إزاي؟ إزاي تحسبها إزاي يا شيخ؟ ما احنا قلنا من الفجر، لا افترضنا أنا بدأت من الظهر،
افترضنا بدأت من العصر، لبست أنا أساسي الشراب في صلاة العشاء، ينفع أخذ به الفجر وأخذ به الظهر وأخذ به كذا ولا ما ينفعش؟ مركز في الحتة دي؟ مركزين يا أخوانا؟ فهنا اختلف العلماء، متى يبدأ المسح على الخفين أو الشراب؟ بس نركز قبل ما نفصل في الحتة دي. إذا أردت أن تمسح على الشراب أرجوك، حتة سلوكية دي، لا أقول أنه لا يجوز، لكن لاحظ على أن الشراب يكون نظيفا، صح؟ مش كنت لابسة من يومين ولا لابس كذا أكرمك الله وتمسح عليه، هيزداد إيه؟ عفونة. مش مشكلتي في الوسخ، مشكلتي في الإيه؟ في العفونة. جميل إخواننا، يا رب اجمعنا معه سيدنا رسول الله. قالوا وتقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلا يهن، فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم أقوال. القول الأول قال يبدأ من أول حدث بعد اللبس. حتى حلوة دي، يعني إزاي؟ أنت طلعت الفجر وصليت الفجر ولبست الشراب على الوضوء، جميل، ورحت الشغل بتاعك، بسيطة هي، متى انتقض وضوءك؟ في السكة وانت رايح ولا صليت الظهر بالموضوع ده؟ لو في السكة خلاص هتبدأ إن شاء الله من أول ما تجدد بعد ما انتقض وضوءك، جميل؟ طيب لو أنا صليت به الظهر يبقى معادك إنك أنت بدأت من إمتى؟ من بعد الظهر، هتاخد معاه الايه؟ العصر والمغرب، ها؟ والعشاء، ها؟ والفجر والظهر. قال يبدأ بعد أول حدث بعد اللبس. مركزين في الحتة دي يا إخواننا؟ بسيطة وجميلة. الرأي الثاني قال لا، أن يمسح خمس صلوات أو 15 صلاة ولا يزيد على ذلك، فيش حاجة أكثر من كده، وبرضك يعطي في المعنى واحد برضك، صلينا على رسول الله. الرأي الثالث قال لا، يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث سواء مسح أو لم يمسح. إزاي؟ يعني بمجرد أنك أنت تلبس الشراب يتحسب عليك العدد. جميل يا إخواننا، فيها خلل دول حاجة؟ احنا بنتعلم فقه يا اخواننا، ما انا قادر اقول لك الراي الراجح وخلصت القضيه، ولكن نريد ان نشرف ونتشرف وان يكرمنا الله بقول النبي محمد خيركم من تعلم العلم وعلمه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. طيب الراي الخامس قالوا يبدا من حين اول مسح بعد الحدث، برضك برضك كله متشابه في بعض، وهذا هو الراجح في المسألة. جميل أخواننا، ما الحكم إذا مسح المقيم؟ أنت بدأت تمسح الظهر واتصلوا عليك يا أبو فلان، أيوة ده الدخلة بتاعت والد أخوك النهاردة، والله العظيم، طب ركب وجاي، ركب عم عبد الناصر اللي هو الإيه الأسباني ده، صليتم مع رسول الله في دولة جنبكم اسمها الصعيد، صلينا على رسول أخواننا، سافر عم عبد الناصر مع انه مسح وهو ايه مقيم، وهو مقيم، ونحن قلنا ان المقيم له قد ايه؟ يوم وليله، صح؟ طب دلوقتي الحاج عبد الناصر لما سافر هيتحول من مقيم الى مسافر، هل عم عبد الناصر يعمل كالاتي ان ياخذ خمس صلوات وبعدين يخلع الشراب ويعد من جديد عشان هو مقيم؟ هذا هو رأي. الرأي الثاني قال لك لا، عمك عبد الناصر يدخل عدد المساحات اللي هو عملها هو ايه مقيم، ويدخل عليها السفر، فلا يزيد على ثلاثة أيام بإيه؟ بلياليهن، صلينا على رسول الله، وهذا هو الراجح. يعني ايه؟ يعني لو انت بدأت في الوضوء في المسح الظهر العصر وسافرت على اي مكان
اتعدي 15 صلاة وخلاص خلصت القضية. جميل يا اخواننا، في اي حاجة يا اخواننا؟ صليتوا على رسول الله؟ طيب يا اخواننا، صلي بينا على رسول الله. لو العكس، هو مسافر نوى الإقامة، يكمل 3 أيام ولا ياخذ يوم وليلة؟ ما دام انه هو ايه؟ نوى الإقامة. قال: من مسح على خفه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر فلا بد أن يخلع خفه ويغسل رجليه إذا توضأ. بيقول له خلاص أدما أنا نويت الإقامة، تعمل إيه؟ تأخذ حكم الإيه؟ المقيم. صل بينا على رسول الله. ما هو شرط المسح على الخفين؟ عشان تمسح على الشراب أو تمسح على الخف، إيه الشرط؟ قالوا شرط أدي حبية السمسم. حلو جميل. ما هو؟ قالوا أن تلبسه على طهارة. ما أنت ممكن تستعجل أو انتقض وضوءك قبل إيه؟ صليت الليل الفجر بفضل الله تبارك وتعالى، وانت اكرمك الله واخد الشراب، راح انتقض وضوءك قبل ما تلبسه على الباب كده، راح انتقض وضوءك ورحت لابسه، هل ينفع ان امسح عليه؟ قالوا لا، ده انت لابد ان تدخله على ايه؟ على طهارة. صل بينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله. طيب، يبقى لابد ان يلبسهما على طهارة كاملة. في حتة حلوة فقهية جميلة، لو أنا بتوضأ ركز لي دي، وإن حكم المسح على الشراب حكمه إيه؟ حكمه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب أنا دلوقتي أكرمكم الله بغسل رجلي على الحوض بتاع المية، وراح طلعت فردة الشراب، مش إحنا بنعمل كده؟ وتروح ملابس إيه؟ التي غسلت، التانية لسه ما اتغسلتش. حكم المسح، الرأي الأول قال لا يجوز، لأنك لم تتم الطهارة في الاثنين، صح؟ مش حتة حلوة دي؟ بيقول لك لا، نزل رجلك وما تلبسش الشراب دلوقتي، وارفع الرجل الشمال واغسلها، وبعدين البس الايه؟ الاثنين مع بعض. لكن الرأي الراجح قال لا، بمجرد أن يغسل الرجل الأولى هو هنا تلبس بالركن، والطهارة لا تتجزأ. الطهارة إيه؟ لا تتجزأ. فلو لبست الشراب وانت رافع رجلك على الحوض أو انت يا حجة، ينفع تلبس الفردة الثانية إن شاء الله بعد ما تغسليها إن شاء الله رب العالمين، أي تغسل القدم الثانية. جميل يا أخواننا، صلوا بنا على رسول الله. والله جزاهم الله عنا الفقراء كل خير يا إخوان، والله ما تركوا لنا شيء حتى نفكر فيه. صلينا على رسول الله. طيب، محل المسح وصفة المسح، كيف أمسح؟ زي ما احنا قلنا واحد يجي يمسح يعمل كده للمي، ما 3 مرات برضك، صح يا إخوانا؟ واحد تاني بيعمله كده الرجل كلها، ينفع ولا ما ينفعش؟ تعال نشوف سيدنا النبي ماذا يريد أن يقول. قالوا: والمشروع في المسح على الخفين أن يمسح ظاهرهما لا باطنهما مرة واحدة. وسمحنا هنعمل الإشارة دي، يعني هتفتح صوابعك يا حجة، صوابعك تكون مفتوحة، وتيجي من أول أظافر الإيه؟ القدمين، تروح مسح مرة واحدة كده، اوعى ترجع تاني، ترجعش تاني، مسحة واحدة. طب ومن الأسفل؟ قالوا لا، هذا هو الرأي الجمهور. حتى قال الإمام علي رضي الله عنه وارضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. بيقول لك سيدنا علي: لو كان الدين بالفكاكة وبعقلك، كان المسح احنا نمسح من تحت ولا نمسح من فوق؟ ايهما الذي يصل اليه الغبار والاكرمك الله والوساخه والحاجه دي؟ الشراب من فوق ولا من تحت؟ انت من فوق ابيض زي اللبن، وتبص من تحت، الله يستر علينا يا رب، صليتوا على رسول. بص على الشراب دايما من تحت، وبص عليه من اعلى، من اعلى يبرق، الله الله على النظافه، من تحت اللهم سلم سلم، صليتم على رسول الله. فسيدنا الامام علي قال: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف،
صليتم على رسول الله بالمسح أولى من أعلى، صليتم على رسول الله، لكن المسح يكون في الظاهر فقط. وهذا هو مذهب الإمام الثوري والأوزعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه رضوان الله عليهم، وهو الصواب. أما سيدنا الإمام مالك له رأي. ليه احنا بنقول كده يا أخواننا؟ عشان ربما تذهب إلى دولة لا تعمل إلا بمذهب الإمام مالك، فما تجيش تعمل معاهم مشاكل. صلينا على رسول الله. لو مثلا يعني احنا ضربنا الأمثلة دي يا أخوان، واحنا قلنا كده يا أخواننا في الله، تفقه قبل أن تتكلم. ما دام أن الإمام مالك قال، وهناك من أخذ برأيه خلاص، وهناك من يرى الإمام أحمد أخذ برأيه صليت. بس ما تجيش أنت تقول حادي بادي وتاخد لك واحد على مزاجك. صليت على رسول الله، تيجي في مسألة الطلاق تروح تاخد على مذهب مثلا الإمام أحمد، ومسألة الزواج تاخد وكده تاخد، أقول لك إيه، أدبسها في عالم ويطلع منها إيه، ده شغل عفاريت ده. صليتم على رسول الله، لكن الأولى أن نتحرى. كما قلت لك مثلا يوم من الأيام، صلاة الجنازة سرية ولا جهرية؟ سرية يا عم ولا جهرية؟ صلاة الجنازة يا جماعة تصلوش جنازة خالص؟ سرية ولا جهرية؟ في حد منكم صلاة جهرية؟ العبد لله، صليتم على رسول الله، وكنت أنا الإمام، صلينا على رسول الله. كنت مسافر برا في انجلترا، فجيت قالوا الشيخ المصري هو اللي يصلي لو سمحتم، احنا نريد ان نتبارك به. الله يبارك فيكم يا رب. فرخت مش عارفه برضك، لازم تسال على اي مذهب الجماعه دول. فامام المسجد باكستاني قال يا شيخ، نعم، قال لي خلي بالك، قلت له ايوه، قال صلاه الجنازه جهريه. اثنين، تقرا سوره صغيره بعد الفاتحه في الركعه الاولى، ثم تعمل فيها معروف وتطلع بها انت دي. قال لي لا، ده كل الامم دي مستنياك، كل الناس مستنيه الراجل المصري هو اللي هيصلي بيها، راجل عربي هيصلي على الجنازه، فهم عندهم من الايه. شفت يا اخواننا، هم ما يعرفونيش اصلا، لو عرفوني مش هيخلونا اصلي على جنازتهم. اللهم اغفر لنا يا ربي ما لا يعلمه الناس، واسبل علي ناس ترك يا كريم. فقلت له طبعا اعمل ايه؟ قال لي ولا حاجه، انت بترفع صوتك هتقول بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هيسمعك الصف الثاني والثالث بس كده، سماعات كده هتسمعهم بسيط، وبعدين هات صورة صغيرة قل هو الله واحد. قلت له الباقي، قال الباقي عادي. قلت له ده مذهب مين؟ قال ابو حنيفة، واحنا ناخدين به. وفعلا ثبت عن ابن عباس انه جاز الجهر بهم. يبقى يا اخواننا قبل ان تتكلم لابد ان تتفقه ولا تتهم. جميل اخواننا، نعم، الأربعة جهرا حتى الدعاء، وانت تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم. صليتم على رسول الله. فلما تروحوا باكستان بما ايه ان شاء الله. الله يفتح عليك يا عمي، صح كده، بين الجهرية والسرية، صلوا بينا على رسول الله. طيب، يبقى احنا قلنا كده. أما المالكية فيقولون المسح على الظاهر والباطن. جميل أخواننا؟ تمام. ما الذي يبطل به المسح؟ لبست الشراب وصليت لك مرتين ثلاثة الصبح والظهر والعصر، متى ينتقض المسح؟ ما ينفعش. قالوا بواحدة من ثلاثة، يعني بثلاث حاجات. الأمر الأول الجنابة، يعني أنت أصلا هتنام به الشراب، هتنام به. أنت صليت العشاء وكنت ودخلت العشاء كده وتوضيت وروح لبست الشراب ونمت به، أيوة، ما في شهر طوبة ده أنت هتنام باللحاف وأنت ملفوف فيه. صليت مع رسول الله، كلما ازداد البرد كلما ازداد الغطاء، صح الغلط يا عمي؟ فانت لابس الشراب ونضيف كل حاجه وصليت به العشاء ورحت لابسه وانت متوضي ونمت، قمت الصبح هتصلي الظهر، هتصلي الصبح الفجر وكمان الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صح ولا غلط؟ صلي بينا على رسول الله. طيب ماشي عادي، متى لا يجوز لك مرحله الجنابه؟ إذا حدثت إيه؟ الجنابة.
يعني ايه؟ اتيت زوجتك، ينفع نروح؟ ما مش هتغتسل ولا يا معلم، لازم تخلع عليه الشر. اثنين، لو احتلمت، الشباب اللي هو متجوش احتلم، ينفع؟ قال لك لا ما ينفعش، لابد ان تنزع عليه الشراب. رقم اثنين، صلي بينا على رسول الله، انقضاء المدة، انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة وثلاثة أيام للمسافر. رقم ثلاثة، إذا نزع الخف، صليت على سلم، والإحداث قبل لبسه. يعني إيه؟ صليتم على رسول الله، أنا خلعت الشرابين وكنت أصلا أنا محدث، يعني كنت نقض وضوء أصلا، عشان تلبسه مرة ثانية تعمل إيه؟ تتوضأ أولا. صليتم على رسول الله. الشباب واخدش باله من الحتة دي، يعني ساعات بيسأل بها الواحد بسيطة يعني، بس ساعات ما ياخدش باله منه. يعني أنا عم الشيخ وأنا لبس الشراب ينفع أخش الحمام؟ أيوة ينفع تخش الحمام. ينفع أتبول عم الشيخ؟ آه ينفع أتبول. ينفع أكرمكم الله يخرج مني الغائط؟ صليتم على رسوله؟ آه ينفع. واطلع برا أمسح الشراب؟ أيوة الله يمسح، بس بشرط أنك أنت تحافظ على الطهار. جميل يا إخواننا، في حتة جميلة جدا يا إخواني في الله، صليتم على رسول الله، يقول لك تنبيه، بطلان المسح لا يعني انتقاض الوضوء. يعني ايه بالراحة دي؟ لابس انت الشراب يا عم محمد وكنت متوضي وزي الفل، جاء عم محمد دخل المسجد وقعد كده على جنب وراح خرع الشراب، هل انتقض الوضوء ولا ما انتقضش الوضوء؟ خافوش، هل انتقض الوضوء ام لم ينتقض؟ انتقض ولا انتقضش؟ خلع الشرابين اصلا. مركزين في الحتة دي؟ الاجابة 100% صح. طب انا خلعت متعمد او غير متعمد؟ الاجابة صح، لا ينتقض الوضوء. عشان كده الراجل بيقول ايه؟ مع انه انتقض المسح ما ينفعش يلبسه ويمسح عليه تاني، ركز. فالراجل بيقول لك ايه؟ وتنبيه، بطلان المسح لا يعني انتقاض الايه؟ انتقاض الوضوء. صليتم على رسول الله. طب ما اللي يعمل ايه يا اخواننا؟ اختلفوا فيه. هناك راي قال من نزع خفيه انتقض وضوءه، عليه ان يجدد الوضوء. الراي الثاني قال لك لا، يغسل رجليه ما دام انه خلع ايه؟ الشراب. الراي الثالث قال أن يغسل قدميه فورا، لو أنت خلعت يبقى تمسح بسرعة. الأولاني قال لك مش مشكلة. جميل إخواننا. الرأي الرابع وهو الراجح قال ليس عليه شيء أصلا، وضوءه صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى الآن باب الخف، هيجيب لنا حاجة جديدة كده جميلة متعلقة به، اللي هو المسح على الجوارب والنعل. النعل اللي هو ليه؟ الحذاء. ينفع امسح عليه؟ محلومه جديده جميله وسهله وبسيطه. انت دلوقتي جات مره كده بتصلي، لقيت الناس بتصلي في الشارع وفي ميضه بره، وعملت كده وانت لابس الحذاء، لازم تخلع الحذاء؟ قالوا نعم اذا كنت لم تتوضا. طب انا لابس الشراب ولابس الحذاء وكنت متوضي، يجوز لي أن أمسح على النعل؟ تعال نشوف سيدنا النبي ماذا يقول. قال والمسح على الجوربين، إن هم اسمهم ليه؟ الشراب. قال والجوارب ما يلبسه الإنسان في قدميه، سواء كان مصنوعا من الصوف أو القطن أو الكتان، أو ما يعرف الآن أو في البلاد بالشراب. جميل يا إخواننا. وللعلماء فيه ثلاث أقوال. القول الأول قالوا أنه لا يجوز المسح عليهما إلا أن يكون عليهما نعل من جلد، يعني ما تمسحش على الشراب أبدا غير لما تكون لابس الإيه؟ عليه حاجة جلد زي النعل. ده الرأي الأول. الرأي الثاني يجوز المسح عليهما بشرط أهو أن يكون السميكين، يكونوا إيه؟ يكون الشراب إيه؟ تقيل، زي ما احنا بنقوله كده، صوف تقيل كده. صليتم على رسول الله؟ آه ينفع ده لو كان ثقيل. الرأي الثالث قالوا يجوز المسح على الجوربين مطلقا ولو كان رقيقا،
حتى اختلفوا في الشراب الذي يسمى بالشراب اللحمي. في شراب لحمي كده صح يا اخوانا، اللي هو الشفاف جدا ده، اسمه يا اخويا الله يفتح، بحب الناس الصحية دي، يعني اسمه نايلون. الله ما كفينا شر النايلون. جميل اخوانا، هل يجوز؟ قالوا الرأي ما دام انه يطلق عليه شراب يجوز المسح عليه. جميل اخوانا. طيب لو كان لم يغطي الكعبين، الشرابات اللي هي المودرن دلوقتي الحلوه الجميله دي، صليتم على رسول الله؟ ده انا دلوقتي بشوف شرابات حلوه جميله جدا، مش عارف الشراب ايه ده، بيغطي الخمس صوابع بس. صليتم على رسول الله؟ شكله شيك والله، تحس الواحد كانك لابس قرطاس كده. اللهم صل على رسول الله رب. يا رب اجمعنا مع النبي يا رب. فقالوا والمسح على الجوربين مطلقا، كان سميكا، كان خفيفا، كان رقيقا، كان طويلا، كان قصيرا، كله يجوز. وخلي بالك الموضوع ده للرجال والسيدات، لكن هل يجوز يا أختي أنك أنت تصلي بدون شراب أصلا، أو يظهر مشط الكعب أو القدم؟ تبطل الصلاة. لو انكشف القدم وانت بتصلي بالإسدال، يا أختي ركز بالحاجات دي يا إخوان، الوقوف بين يدي ملك الملوك لابد من ضوابط. بتقول لك أصلك الإسدال يا عم الشيخ واصل للأرض، أنا ما يشغلني واصل للأرض، أنا يشغلني في هيئة الوضوء، في هيئة الركوع، هيئة السجود، كيف حال القدمين، كيف حال القدمين؟ لأن قدمي المرأة من العورة، قدمين المرأة إيه؟ من العورة، ويبطل بهم وتبطل بهم الصلاة. صليتم على رسول الله؟ مش معنى ذلك إن أنا ألبس دولة في ساعة الوضوء وبعدين في ساعة الصلاة وبعدين كده أفعل اللي أنا عايزاه، مش معنى ذلك، لا. المرأة جسمها كله عورة، والاختلاف في الوجه والكفين. أسأل الله أن يستر بنات المسلمين يا رب العالمين. طيب صلوا بنا على رسول الله. نعم، المرأة تصلي بإيه؟ لازم تلبس الشراب يا عم، إلا إذا كان إسدال فضفاض جدا، حركة مثلا إنه يأخذ له شبر وراه كده، مهما تركع ومهما في الركوع أو السجود برضك ما بتظهر منه شيء، فيش مشكلة. إحنا أهم حاجة إيه؟ ألا يظهر شيء من الجسد. صلاة إيه يا عمي؟ أنا الحجة حجة ما أعرفش الحجة، أنت اللي تعرفها. يا حجي انا مش مشكلتي مع الشراب ولا مع الحجه. انا مشكلتي هل كان قدم الحجه يظهر ولا لا، ورجليها تظهر من تحت. خلاص عفى الله عما سلف، وان شاء الله الصلاه صحيحه، ونبدا من جديد. تروح تقول لها دلوقتي وتغرم تاخذ لها خمس ست شرابات وانت مروح، يا عم انا مالي يا عم، صلت ماشي يا عمي. تقول لها ولا حجه، تقول لها كده يا عمي، تقول لها يا حبيبتي ربنا يحفظك، سيدنا النبي كان يعمل كده. ايا كانت، لو كانت لوحديها، حتى لو كانت حتى لوحديها ماشي يا عمي، تخش شارع عشرة تاخدي لها خمس ست شرابات، يا بختك يا حجه بالشرابات النهارده. صلينا على رسول الله ماشي يا عمي. نعم، الكلام هذا يا عمي ربنا يبارك فيك غير صحيح. عارفين ليه؟ لأنهم قالوا هل يجوز أن يكون الخف مخرق في فتحات؟ منهم من قال لا، لكن الرأي الراجح أنه لو كان يوجد به ثقب وصل حتى للعضو ليس فيه حرج. صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي. جميل يا اخواننا.
رحمة من ربنا يعني. ربي يريد أن يرفع المشقة وظروف الناس صعبة. ممكن الواحد لا يستطيع أن كل شوية يشتري شراب، وانت شايف الأحوال دلوقتي، هي الشرابات رخصت برضك ولا غليت؟ عم بتامر غليت ولا حضر ثلاثة أخوك تامر ماشي، مش عارف كم دلوقتي. صلينا على رسول الله، فقال لك لو كان في فتحة ولا كذا يا عم، وانت عم مسحت ووصلت المية للجلد، وصلت المية للجلد، المسح صحيح. جميل يا أخوانا. طيب اللهم صل على سيدنا رسول الله. والجماعة اللي قالوا المسح بالجوربين قالوا نعم، في أكثر من 11 صحابي من أصحاب رسول الله قالوا يجوز على رأيهم، على رأسهم سيدنا عمر وابن عمر وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهم يعني. صلينا على رسول الله. قال لك ويدخل في موضوع الشراب لو انت لافف لفائف على يدك او رجلك، اللي هو ما يسمى الان برباط الايه، الضغط، يجوز انك تمسح عليه، او الجبيره برضك جايه دي. صليتم على رسول الله؟ الجبيره ممكن ناخدها بكره او نستنى لغايه الاسبوع الجاي يعني. صليتم على رسول الله؟ يجوز. طيب صلوا بينا على رسول الله. اذا لبس شراب فوق شراب، ما احنا مش عارفين الايام الجايه ده هنعمل ايه. البس لي شراب، شراب واحد لا يكفي، ورحت ضرب الثاني عليه، ينفع امسح على الثاني ده؟ قالوا نعم. قالوا طب لو انا خلعت من فوق بطله؟ قالوا لا. مركزين في الحته دي؟ لو واحد لبس شرابين على بعض يمسح على، طب لبس ثلاثه اربعه امسح على اخر واحد اللي فوق مسحه وخلاص. صليتم على رسول الله. طيب وإذا توضأ ولبس جوربين قال مسح عليهما، صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. طيب إذا توضأ ولبس جوربا ولم يحدث حتى لبس الآخر ومسح عليه، نعم يجوز. صليتم بنا على رسول الله. مسألة الأخيرة إن شاء الله ونقوم نروح، اللي هي المسألة المسح على النعلين اللي هو الايه، الحذاء. قد تقدم حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين ونعلين، على ايه، على الجوربين والنعلين. سيدنا النبي مسح مرة على الشرابات ومرة مسح على النعل صلى الله عليه وسلم. قال أنه وعلى القول بصحته يحتمل أن يكون أن لبس النعلين صلى الله عليه وسلم فوق الجوربين، يعني الراجل ده بيقول لك ما ربما يكون النبي محمد لبس الأول الشراب وبعدين لبس الايه، النعل. قالوا نعم يجوز، لكن هذا مستبعد. طب هل يجوز أن أنا أمسح على النعل بدون ما يكون لبس الشراب ولا ما ينفعش؟ قالوا ينفع إن شاء الله رب العالمين. اختصارة لتلك المسألة نقول أن المسح على الحذاء يجوز، لكن نراقب شيء ونتأكد من شيء، إذا أردت الصلاة به أنه ليس به إيه؟ أيوة، ليس به إيه؟ قزورات أو نجاسة، تكون شيء تمعدي كده في أكرمك الله في مجال وانت جاي في الطريق وكذا وخبطت فيه، ما ينفعش. حتى لو مسحت، الدليل وما أجمله من دليل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحذائه، وقلنا هل يجوز الصلاة بالأحذية ولا ما يجوزش؟ نعم يجوز، لكن الآن قد فرشت المساجد، ما تجيش دلوقتي احنا السجاد لسه حاطينه وتجي انت مثلا مهبط كذا وتروح تقول الله أكبر، تجي عمي عادل مش هيسيبك. صليتم على رسول الله؟ وليس هذا من الدين يعني، النظافة من الإيمان. لكن لو صلى صلاته صحيحة، لكن نقول قد فتحت الآن المساجد وهيئت وكذا بفضل الله، لما أنت تدخل بحذائك وده يدخل بحذائه وده يدخل بحذائه، ويقول لك إيه، لابد من الحذر في تلك المسألة. طيب صلوا بينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أثبتوا قضية جميلة جدا بالصلاة، على أنه يجوز الصلاة والمسح على الحذاء. عارف إيه؟ قضية أنه ليس شرطا أن يكون ساترا للإيه؟ للكعبين. مش كل الأحذية أكرمك الله بعنق، صح ولا غلط؟ إنما أغلب الأحذية لغاية الفين إلى الكعبين فقط يعني، يكونوا إيه؟ والعظمتين دول ظاهرين.
وبذلك نكون انتهينا من المسح على الخفين والمسح على الجوارب. السؤال: لو لابس أنا عمامة وعايز أتوضى، كل شرط إن أنا كل شوية أخلع العمامة؟ ده عمامة يا إخواننا بالله ساعات بتكلف صاحبها أكثر 10 دقائق وربع ساعة عشان يلفها، مش يعمل يعني تكي تكي وخلصت، ده لها رسمة ولها نسها ولها شغل عالي. يعني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أياما كنا في الصعيد، لا ترى أبدا شابا بلغ الحلم يسير في الطريق بدون يكون إيه لابس العمامة دي يا إخواني. لكن الحمد لله دلوقتي إحنا إيه اتمدنينا يعني وبينا إيه على حسب الفرنج. يعني صليت مع رسول الله. الشاهد: هل يجوز المسح على العمامة؟ قالوا نعم، هنعرفها إن شاء الله. هل يجوز المسح على الخمار يا حجة؟ نعم، هنعرفه كل ذلك. طب الطاقية يا عم الشيخ؟ آه ينفع إن شاء الله. طب المسح على على الجبيرة؟ ثم بعد الموضوع ده إن شاء الله موضوع كيف نغتسل. وذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القنصوة اللي هي الطاقية بدلا من الرأس، لأن الفرض محل الرأس وعدل عنه في عمامة لمشقة النزع. يقول لك لا، مش كل واحد يلبس له طاقية يروح يمسح له على الطاقية. ليه؟ لأن الطاقية أنت بسيط تروح عامل لها كده وتروح مرجعها مكانها خلص. أما العمامة على بال ما تلفها يكون خلصت الركعة الأولى. العمامة يجوز المسح عليها والطاقية لا. ماشي يا إخوانا؟ أي خدمة يا عم، أنت بتديم الطاقية بين عليك. أسأل الله. في حد معه حاجة ترى يا إخوانا؟ في حد معه سؤال تاني؟ افترضنا الخف مش من جلد، يأخذ حكم الشراب. ما احنا قلنا الجوارب، الجوارب كل ما صنع من الصوف أو القطن أو القطن أو الكتان أو من أي شيء يأخذ نفس الحكم، مش شرط جلد بس. صليتم على رسول الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا من فضله علما. اللهم فقهنا في ديننا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين وذل الشرك والمشركين يا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم. انصر إخواننا في فلسطين نصرا يا ربي يا ذا الجلال والكرام عاجلا غير آجل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الكرم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.